بسلام عاد إلى أرضه وبين أهله في محافظة المهرة محفوفاً بمحبتهم وتضامنهم بعد أن ودع 3 أشهر من التواجد في العاصمة السعودية فيما يشبه الاحتجاز والمنع الكامل من السفر خارج المملكة. إنها قصة المحافظ السابق ووزير الدولة الحالي الشيخ محمد عبد الله كدة الذي أقيل من منصبه محافظاً للمهرة في نوفمبر 2017 ليتم تعيينه في منصبه الجديد على خلفية معارضته المعلنة للتواجد العسكري السعودي في المحافظة. وجدنا الجماعة يستدعوني إلى الرياض، وبعدين بعد فترة شفتهم عاد أهملوني، ما عاد حد كلمني، قلت بسافر معي حجز ذهاب وإياب. فرحت للمطار للأسف الشديد، عندي في المطار تعال أعمل بصمة مدري إيش، شوية قالوا أنت ممنوع من السفر. ليش؟ قال والله ما ندري. طيب الخروج الحين وأعود حر ولا في شيء؟ لا قالوا لا حر، إحنا ما قالوا بس ما يسافر. هذه الحشود من مواطني المهرة التي كانت في استقبال كدة لدى عودته إلى المحافظة تعيد إلى الأذهان طبيعة التموضع الذي اختاره هؤلاء في سياق المواجهة العلنية المفتوحة مع ما يعتبرونه تواجداً غير مشروع للقوات السعودية في محافظة المهرة. جيت الآن يعني من قبل الجماهير في استقبال الشيخ إنما يعد جانب من التلاحم النسيج القبلي في محافظة المهرة. فما أن علم المهريون بأن كدة قد منع من العودة إلى بلده حتى تداعوا إلى ساحة الاعتصام في الغيضة ونفذوا احتجاجات واسعة فيما لوحت القبائل بتصعيد على الأرض وتم إصدار بيانات منددة من قبل قبائل بيت كدة وقبائل المهرة. تصدر رئيس المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى الشيخ عبد الله بن عيسى العفرار مشهد الاحتجاج بإصداره بيانا حذر فيه من استمرار إبقاء محافظ المهرة السابق الشيخ محمد عبد الله كدة رهن الإقامة الجبرية في المملكة. تعهد كدة بإعادة الأمور إلى طبيعتها وسحب القبائل من مواقعها التي كانت قد انتشرت فيها قبل يومين للضغط على السعودية للإفراج عنه، لكن الاحتجاجات التي ينفذها أبناء المهرة ضد تواجد القوات السعودية لا تزال بالوتيرة ذاتها من التصعيد حتى تحقيق الأهداف. فقد جدد وكيل المهرة السابق الشيخ علي سالم الحريزي أبرز قادة الحراك المهري مطالبته برحيل كافة القوات السعودية من المهرة اليمنية وتسليم المحافظة إلى أبنائها فهم جديرون بإدارتها على حد قوله. أحدث التصريحات الصادرة عن الحريزي جاءت خلال مشاركته الأسبوع المنصرم في الاجتماع الدوري للجنة التنظيمية للاعتصام السلمي. الشيخ الحريزي شدد على أن أعمال لجنة الاعتصام قائمة ولا زالت مستمرة في تنفيذ الاحتجاجات الرافضة للتواجد السعودي في المهرة، متهماً السلطة المحلية في المحافظة ممثلة بالمحافظ راجح باكريت بأنها تمثل غطاءً للتواجد السعودي.